اهلا وسهلا المتابعي ومشاهدي جريده عبير. هذا السيد هذا مواطن مغربي اللي كيف ما تيقولوا هو السلطات ريبوا ليه المحل ديالو، بقاو معنا باش تشوفوا التفاصيل، هو راه غادي يعاود لنا كل شيء. خويا شوقع لك اخويا دابا هو كانوا عندي هنا واحد هاد السطح هنا فيه واحد الحيوطه بحال هكا، درت انا كنت بغيت نسقف شي شهرين هادي، صيفط لي القيد مراسله قال لك لا راه كتسقف وهذا نيه التسقيف، حبست كنت بغيت نبدا المرطوب هنا لتحت ونقاد الامور هنايا لتحت، خديت الرخصه بغيت طلبت الرخصه ما عطاتهاش الجماعه لظروف ديال واحد المنطقه هنا عندنا اشكاليه في ديال التراخيص، القيد الباشا اللي هو رئيس ملحقه راسلني بواحد المراسله ديال الهدم، هاد الامر ديال الهدم انا لجأت للمحكمه الاداريه باش ندير الايقاف ديالو والطعن ديالو، كانت عين باش دوز اول جلسه البارح، هو سبق الجلسه ديال المحكمه الاداريه بنهار وجا ماشي دار الهدم، دار بزاف ديال الخروقات، اول خرق انه كيدخل لدار معتمره بالسكان كيتهجم كيطلع من الدروج خارجي كيطلعوا بواحد الكم اللي ماشي ديال نقولوا حنا شوف انا باش ما ندخلش في الفلسفه ديال خطا ما خطاتش مخالفه ماشي مخالفه الخبره، انا كنهضر سيدي انا يلاه كنبني وجيتي عندي اثناء البناء وهادشي، واش بديك الطريقه تهجم على مسكن فيه الناس دار عامره وتبدا تريب كاع الدار شققتيها لتحت كاع القطره دابا كاينه، زعما اشنو واش زعما هذا هو القانون ولا هذا هو الامر اللي كتشوف انت كتشوف رجل سلطه برتبه باشا، زعما راه خصو يكون يسير مدينه ويعرف كيفاش يحافظ على مدينه، ماشي ملحقه صغيره، اصغر مصلحه ممكن يترأسها لاصغر رتبه في السلطه، واش انت ملحقه صغيره اللي فيها 2000 10000 ديال الناس جيتي عند مواطن وبغيتي كاع تحارب العشوائي ولا باش ما بغيتي تسميها مخالفه ولا ماشي بهذه الطريقه، وانا نتحداك واش هاد الحيوط يلاه بانين يلاه مبنيين وانت عارف والاعوان السلطه عارفين الحيوط ما مبنيينش دابا، ولكن انت عارف شنو درتي، ولكن بديك الطريقه اللي جيتي اللي ديال جوج سيارات ديال القوات المساعده السوليوت نول البومبيه جوج لي زومبيلونس الدائره الامنيه الاعوان السلطه معاون معك بالبلطاجيه بالناس اللي جالسين، زعما اشنو شنو شنو اش جاي تحرر جاي كاع لقيتي مخالفه دير المسطره، راه هادشي علاش كاين القانون وهادشي علاش كاينين المحاكم، من انا كنحس بالشطاط مع رجل سلطه كاينه محكمه اداريه، انا كيبان ليا كون كانت النيه سليمه ديال ازاله مخالفه ولا اثبات مخالفه أتصبر اسبوع تبتل المحكمه الاداريه ويقول لك اسيدي هذا القرار اللي صدروا هذا الباشا قانوني وغنصيفطوا معك مامور الاجراءات ديال المحكمه الاداريه باش تنفذ اسيدي، ما فيها والو، شنو زعما درات الباشا ولا العماله ولا هذا حيتبقى سيدي مخالف مبني اسبوع تنجيبوا حكم قضائي، علاش؟ واش كاع هذا الشيء مشكل ان ما خاصش مواطن يطعن في قرار اداري ديال باشا، علاش زعما؟ طعنت في قرار اداري لان بان ليا تيتعسف عليا، بان ليا قرار خاطئ، بان ليا قرار يجانب الصواب، اذا من مشيت للمحكمه الاداريه لان كنعتبر راسي في دوله الحق والقانون، اذا انا نمشي لعند قضاء لا ينصف مواطن مع رجل سلطة أصدر قرار صدرتي أمر أنا طعنت فيه باش نوقفوا داك الشيء علاش كاين المحاكم ولا صافي كون أنت أسيدي من تعطي أمر وجريب خويا واش أنت ما خرقتيش القانون شوف باش نخرق القانون كاينه محاكم كاينه محكمة إدارية من هو صيفط ليا قال لي خرقت القانون إذا أنت في التجاوز ديال تنفيذ العقوبة راه ماشي أنا لزدت واحد جياجورات باش نسقف أنت تجي تريب حايط عليك الدو واخا إلا أنا ريبت حايط إلا كنت أنت رجل السلطة هذا الحايط علاش ما تجيبوش لي وأنا كنصور فيه وأنا كنبني واخا هذا الحايط واش كاين شي حايط اللي يتبنى في 3 أيام ويتصباغ ويدار ومن كتجي أنت كتريب وكيضربوا البلطاجية وأعوان السلطة الحايط كتعاود المسيطة واش كاين شي حاجة جديد كتضربوا بالمسطة كيرجع راه لي اجور السيما راه ما عنديش انا الشاليمو باش نكولي السيما كاع ضربت انا السيما راه ما تضرب الحيط راه باين الحيط واش قديم ولا جديد وها انا كاع كاين الحيط جديد واش بحال هكا كتهدم المخالفه وراه يكون تكون بنايه وبغات الهدم كاينه مسطاره الهدم لان كاينين سكان لتحت انت اللي كتضرب عليهم وكتقتل في التحت زعما باش كيفاش تدير خويا
شحال هاد الحيوطه اللي رابوك دابا شحال هما بديين باش الحيوطه هنا كاين اللي كثار من 10 سنين كاين اللي كثار من 10 سنين بزاف اكثر من 10 سنين اكثر من 10 سنين هادشي كامل حيت بغيتي تسقف الفوق دابا هادشي حيت بغيت نسقف وحيت الطريقه اللي درت انا وقيلا ما عجباتش السلطه ما عجباتش الباشا باش نكونوا علاش لان ما يمكنش هو يصدر امر ديال الهدم وامر ديال هذا نمشي انا للمحكمه الاداريه باش نلغي ليه القرار هو ما قالك زعما علاش انا نمشي للمحكمه هادشي اللي فهمت هو ما بغانيش نمشي انا للمحكمه لان باش نمشي للمحكمه الاداريه ويدوز الامر راه ما فيها باس انا كيبان ليا عطيتيني انت امر انا مشيت للمحكمه الاداريه خويا باش تحمل دابا المسؤوليه ديال الخسائر دابا هاد المسؤوليه كنحملها انا الباشا وانا ماشي الخسائر الماديه اللي كتهمني بزاف كيهمني الصوره اللي جيتو درتو بها الارهاب الصوره اللي جيتو بها لان شحال نقولوا ديال الياجور هنايا 20000 درهم كاع ما تتهمش الفلوس علاش ما كتهمش الفلوس لان ممكن انا نبني ممكن ما نبنيش ما يمكن كاع ما يفيدنيش هذا الشيء ولكن ديك الصوره وداك الامر المهرجه وداك الترسانه ديال القوات المساعده وهذا الشيء هو اللي كيرهب علاش شنو واقع في الكون واش ملحقه صغيره تستنفر كاع القوه الامنيه ديال اقليم مديونه باش تجي تحيد مخالفه ديال الحيط راه غريب الا كانت هاد الملحقه كتحارب العشوائي الا بغيت نقول العشوائي اللي ما اللي في ملك ديال الدوله وهذا الشيء بهذه الطريقه راه خاص واحد الجيوش باش يتحارب هذا الشيء كاين العشوائي في هذه المنطقه هذه المنطقه منطقه اقليم مديونه الا بغينا نهضروا على اقليم مديونه البؤره ديال العشوائي اللي كبيره علاش الا كنتو مؤخرا شفتوا واحد الفيديو دار ضجه ديال الخليفه ولا مقدام اللي شادين 50000 درهم هذاك صورناه في الجريده في هذا الاقليم الا كنتو شفتوا الفضائح ديال سيدي حجاج اللي شحال من قايد مشاو وتعاقب هذه في هذا الاقليم الا بغيتوا تجيو تشوفوا الورشه هذه الورشه اللي كاينه هنا فيها واحد المشكل اخر اللي كبير هو الاستثناء في المغرب هو ان جماعه عطاتهم يسكنوا في اراضي عشوائيه واللي خطير في الامر هما انهم دور آيلة للسقوط الان لان واصلين 5 ايطاج ما عندهم حتى الساس وهم لحد الساعه يوميا كيتلاحوا الدارات تمايا وعند تابعين لهذا الرئيس الملحقه هنايا ما تيبعدوش عليه حتى ب 200 متر كيبنيو في ملك ديال الجماعه خارج القانون الا بغينا عاوتاني نجيو هاد البلاصه كيقول لها دوار ولا سيدي عبو دائما كاين البني الا بغيتو نجيو حدا الشارع ديال الصافيه وحدا السوق كاينين مقازات تجاريه الا بغيتي نجيو هنا اقليم مديونه ولا نهضروا على تيطم الليل جميع المنتخبين الا ان استثنيو البعض انهم كلهم عندهم العشوائي وكيبيعوا يشريوا في العشوائي الله حدا اللي كانوا يشريو الكوليدات كيشخلعوا في اللايف درت واحد اللايف ديك الساعه كل شيء كيشوف واحد الخلعه اللي لان داك الشيء بطريقه الناس اللي كيعيطوا ليا اللايف هو اللي شفناه بنينا عليه وجينا عندك حيت سمع لك اش تقول ضربوني داروا ليا هو ما كانش ضرب لان انا من طلعوا لان ما يبانش لك القوات الدوله وتبدا تحارب انا ما جايش حنا ما كنتحاربوش حنا الا اعتبرات الدوله مخالفه تجي تزيلها بالقانون ماشي دير المواطن الا خطا ما كيجا ما كتهاجموش بالقوه وبهذا الشيء اللي كاين حنا انا من جاو خليتهم طلقت اللايف وقلت لهم ديروا اللي بان لكم ولكن ما دارش القانون خويا باش توجه النداء ديالك النداء الوزارة الداخلية لأن وزارة الداخلية خاصها تفتح تحقيق في هذا إقليم مديونة لأن إقليم مديونة وقيلة كيجمعوا التقارير ديال هاد المقدمية وهادو لينا من القهاوي كاين فيه واحد الحيز وكاين فيه واحد التمييز بين الناس وقيل لنا انا ما فهمتش لان ما يمكنش يكونوا كيتعاملوا هكا انا كنعرف كاين المخالفات علاش كتميز هذا انا كنوجه لوزارة الداخلية يفتحوا تحقيق هنطالب بتحقيق عندي هذه اكيد ولكن كان طالب تحقيق في اقليم مديونه لان فيه العشوائي بزاف وكاين واحد كاينين ماكز راه ما كاينينش دور راه كاينين مقازات كيتكراو بعشرات المليون كيتكراو بعشرين مليون هنايا كاين تيتعطاوهم الماكن ديال الضو بلا قانون كاينين هنا دور اللي كيتبناو في الملك العمومي وكيتعطاوهم ماكن ديال الضو شكرا اخي مرحبا شكرا لك شكرا هذا هو البني لي ريبو للسير كيف باش تشوفوا معانا
صافي قطعش، تعالوا زيدوا.